يتجدد يوميا. هنتكلم بشكل مركز مدى خطورتها، يصعب فيها تعامل طبي، كل شيء ممكن يخطر في بالكم هيرجع عليه ضيفنا اللي شرفنا داخل الاستوديو. مولود بشريان تاجي واحد فقط، في نفس الوقت تنقل البويضه في غلطان. مشاهدينا اهلا بكم معنا في فقره الاخبار. اول خبر موجود معايا النهارده، خبر بيقول فصل الشتاء يتسبب في ظهور اعراض الشيخوخه على النساء مبكرا. الخبر الاول اللي معنا بيقول تناول الفيتامينات يقلل من مخاطر الولاده المبكره. زي ما قلت لحضراتكم موضوعنا النهارده موضوع مهم، لانه بيدلل على الفكرة اللي احنا اتكلمنا عنها من قبل، انه مش بس الجراحات التجميل هي جراحات من اجل الرفاهيه ومزيد من الجمال، لا، في بعض الاحيان بيكون لي داعي طبي وبيكون لي هدف او مغزى ان الشخص ده يعيش حياه طبيعيه. وزي ما قلت لحضراتكم ان الارقام بالنسبه اللي كانت موجوده معانا النهارده بتؤكد ان في طفل بيولد من ضمن او من بين 700 ل 750 طفل على مستوى العالم بيتولد بالشفه الارنبيه او الشق في سقف الحلق. متصور ان دي من الامور المهمه اللي احنا لازم نتكلم عنها. معانا الاستاذ الدكتور منير ويليام، كبير جراحي التجميل واستشاري الامراض الجلديه وعلاج الليزر. اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا اكيد دكتور. بسيادتك اهلا وسهلا، يا مرحبا. عايزين بقى نتكلم عن الشفه الارنبيه. اولا هو ضعيف خلقي ولا دي وليها وراء يعني اسبابها؟ هل ضعيف خلقي كده من عند ربنا ولا ممكن يكون في سبب خاص بممارسات الام اثناء الحمل، ولا الوراثه تلعب دور؟ عايز افهم من حضرتك اولا هي ايه وبعد كده اسبابها ايه. هو في البدايه عايزين نقول ان الشفه الارنبيه من اشهر التشوهات الخلقيه اللي تصيب الطفل، هو يعتبر ثاني اشهر تشوه. اشهر تشوه ما يسمى بالقدم المخلبيه. بيكون تشوه موجود في القدم، القدم تميل الى اعلى او الى اسفل او الى الداخل او الى الخارج، او ممكن تكون لاعلى الى الداخل حركتين مع بعض او اسفل الى خارج، ده ما يسمى بالقدم المخلبيه. لكن تاني اشهر تشوه خلقي هو الشفه الارنبيه. عشان اقرب الشفه الارنبيه للمشاهد بقول ان الطفل الجمجمه بتاعته او الراس بتتكون من خمس بروزات او خمس نتوءات. في نتوء اسمه النتوء الجبهي الانفي اللي بيكون الجبهه والانف، وفي نتوء اسمه النتوء الفكي الايمن والنتوء الفكي الايسر والنتوء الضبي الايمن والنتوء الضبي الايسر. الشفه الارنبيه بتنتج عن عدم التئام بين النتوء الجبهي الانفي واما الفكي الايمن فتعمل شفه ارنبيه يمنى، واما عدم التئام بين النتوء الجبهي الانفي والنتوء اللي هو الفك الايسر تعمل شفه ارنبيه يسرى. ممكن يكون الالتئام مش في الاثنين مع بعض، تعمل شفه ارنبيه كامله، يبقى شامله المنطقتين مع يعني بعض، يعني تكون الفتحه من الناحيتين وبعدين لما نتكلم عن الشفه الارنبيه ممكن يكون عباره عن تشوه في الشفه فقط وممكن يصاحبه انقسام في سقف الحلق، يبقى ده التشوه الخلقي الثاني. يعني انقسام في سقف الحلق هو مش بالضروره الشفه الارنبيه، مش بالضروره بالظبط، يعني كده. ممكن الشفه الارنبيه تكون موجوده بس لوحدها من غير انقسام، او الانشقاق ده بيكون لوحده ولا لا لازم لا ممكن ده لوحده وده لوحده، تمام. وممكن هذا الانقسام في الشفه الارنبيه يتجه لاعلى ويطلع للانف ويبقى فيه تشوه في الانف. يبقى هنا احنا بنتكلم على ثلاث تشوه في الانف ممكن اللي ممكن انقسام الشفه الارنبيه، يبقى داخل لغايه فتحه الانف ونبص نلاقي الانف مبططه وحاجات زي كده. يبقى انت ممكن بتتكلمي على ثلاث تشوهات خلقيه. التشوه الاولاني اللي هو الشفه الارنبيه قد يكون مصحوبا بالتشوه الثاني اللي هو انقسام صفح الحلق، وقد يكون مصحوبا بالتشوه الثالث اللي هو الانقسام في الانف. اسبابه ايه بقى دكتور؟ الاسباب هنا في اربع مجموعات اساسيه للاسباب. السبب الاولاني العامل الوراثي اللي هو زواج الاقارب. احنا مش ضد زواج الاقارب، ولكن احنا ممكن لو في تشوه اذا كان هيعمل لنا تشوهات، لكن هذا التشوه سهل السيطره عليه. لكن عايز اقول ان لو الاب او الام عندهم كان هم في الصغر شفه ارنبيه ممكن ده ينتج في طفل عنده هذه الشفه الارنبيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي اصابه الام ببعض الامراض واشهرها الحمى الالمانيه. الحمى الالمانيه لو اصاب الحصبه الالماني لو اصابت الام في اول شهر نسبة الإصابة بتشوهات خلقية توصل ل 50%. ولو الأم أصيبت بالحصبة الألماني في الشهر الثاني تقل النسبة إلى 25%، ولو أصيبت الأم بالحصبة الألمانية في الشهر التالي تقل النسبة إلى 15%. يبقى ده السبب الثاني.
السبب الثالث تناول الام للادويه العقاقير ايا يكون الدواء اللي هي بتاخدها. وبالذات لو بنتكلم عن الشفه الارنبيه ما بين اليوم ال 37 لليوم ال 45 لحدوث الحمل ممكن ده يصاحبه وحدوث الشفه الارنبيه. يعني الام اللي تستهتر وتقول لك انا خدت يا دوب قرص نوفرجين قرص نوفرجين قرص اسكين اي قرص مسكن اي قرص اي حاجه هذا التناول لهذا اي نوع من الادويه ما بين اليوم ال 37 لليوم ال 45 لحدوث الحمل ممكن يعمل هذه الشفه الارنبيه. السبب الرابع تعرض الام او الاب للاشعاع. ممكن تكون الام بتشتغل في مجال الاشعه طبيب الاشعه او تكنيك في الاشعه حاجات زي كده او الاب نفس الحكايه ممكن يدينا لهذه الاصابه. الحقيقه النسبه زي ما انت قلت في البدايه ان النسبه من 1 ل 750 لواحد ل 1000 حاله كل طفل في ل 1000 حاله في امريكا بنلاقي عنده الاصابه بالشفه الارنبيه. الحاجه الثانيه نسبه اصابه الاولاد للبنات بنسبه 2 لواحد وبالتالي يعني الاولاد اكتر هي ضعف البنات. هل في تفسير لده؟ لا يوجد تفسير لكن برضه هجيب لك حاجه اقرب ان نسبه الاصابه بالشفه الارنبيه اليسرى للشفه الارنبيه اليمنى للشفه الارنبيه المزدوجه 6 لـ3 لواحد. يعني الشفه الارنبيه اليسرى اكثر شيوعا من الشفه الارنبيه اليمنى والاثنين مع بعض اكثر شيوعا من الشفه الارنبيه الكامله. طيب انا عايزه اسال حضرتك هل التشوهات دي ما بتظهرش مع التقدم يعني عمليات المتابعه للام الحامل والتشخيص يعني المتابعات هل ما بيظهرش ان الطفل ده عنده تشوه ما في الشفه الارنبيه او في سقف الحلق فيتم التدخل سريعا ولا ايه؟ هو من ناحيه هل يظهر او ما يظهرش هو بيظهر وبيظهر من اول حدوث هذا الانقسام من اول الشهر الاولاني ولكن يعني الحكايه من السهوله بحيث انك انت ما تعرضيش الام للريسك انك انت تتدخلي في هذا الوقت. يعني هو اسهل في تعاملاته لما يتولد الطفل تماما اما ان هي يبقى في تدخلات وهي حامل. لان ريسك وجود الحمل لتشوه خلقي بسيط زي ده بيكون اكتر كتير في تاثيره على الحمل منه تاثيره على الطفل نفسه. طيب من امتى انتوا حضراتكم بتتدخلوا؟ من اول اول ساعه من الولاده ولا بعد قد ايه بتتدخلوا؟ والتدخل شكله جراحي طبعا اكيد. تمام. احنا الاول ليه بنتدخل؟ بنتدخل في الشفه الارنبيه لان ممكن ده يعوق عمليه الرضاعه. مفيش حد بيقدر يعيش بالشفه الارنبيه؟ لا يقدر يعيش. احنا بنشوف حالات كبيره يعني ده احنا ممكن يجي لنا ناس ده في ناس بتتفائل وتقول لك دي حاجات بتاعت ربنا ونسيبهم وانا لسه عامل عمليه الواحد عنده 35 سنه عشان نغزل عين لان فده كلام مش مظبوط. يعني يعيشوا بالشفه الارنبيه تمام بس ده بيعوق ايه؟ نمره واحد بيعوق عمليه التنفس. نمره اثنين بيعوق عمليه الرضاعه. نمره ثلاثه قد يكون مصحوبا ببعض التشوهات الخلقيه الاخرى زي ما احنا قلنا انقسام سقف الحلق انقسام في الانف بعض التشوهات الموجوده في القلب وهكذا. طب وانقسام سقف الحلق برضو يا دكتور بيقدر يعيشوا بيه؟ تمام عادي. في ناس لغايه تعيش بيه طول عمرها. نيجي بقى نتكلم بقى يبقى انزل هنا لابد من التدخل الجراحي. هي مخارج الالفاظ كمان بتبقى فيها مشكله بالظبط وده التشوه ده السبب الرابع للتدخل الجراحي. احنا قلنا الرضاعه قلنا التنفس قلنا الخطابه او الكلام وبعدين بعض التشوهات الخلقيه الاخرى. امتى نتدخل لعلاج الشفه الارنبيه؟ عشان اتكلم عن علاج الشفه الارنبيه واذا كان مصاحب لتسوق سقف الحلق واذا كان مصاحبه الانف في وقت معين للتدخل. بالنسبه للشفه الارنبيه احنا بنقول احنا عايزين نعرف امتى نتدخل بالظبط بس بعد الفاصل لو تسمحوا لي. المصري للتجميل والليزر الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. امتى نتدخل بالظبط لعلاج الشفه الارنبيه ده اللي احنا نعرفه؟ هل العلاجات كلها جراحه ولا في علاجات اخرى؟ كله جراحه. كله جراحه. وزي ما انت قلت دي جراحه تكميليه وليست جراحه جماليه ولكن في نفس الوقت ممكن تكون جراحه جماليه. بالنسبه للشفه الارنبيه ممكن ندخل جراحيا مجرد ولاده الطفل، يعني الطفل يكون عمره ساعه ونعمل له الشفه الارنبيه ما فيهاش اي مشكله. لكن عاده احنا عندنا رول اوف 10 قانون 10. يعني ايه قانون 10 ده بقى؟ لما يكون الطفل عمره 10 اسابيع يعني شهرين ونص ولما يكون هيموجلوبين الدم 10 جرام
ولما يكون وزن الطفل 10 ارطل 10 رطل رول اوف 10 الثلاث عشرات دول هيتجمعوا معايا اقدر اعمل العمليه الجراحيه بتاعتي. لكن زي ما انت شايفه انا بعمل العمليه الجراحيه بمجرد ولاده الطفل لان بخاف على مخارج الالفاظ، بخاف على رضاعه الطفل، بخاف على تنفس الطفل وهكذا. طيب هل حضراتكم بتقوموا بالعمليه الجراحيه الثلاثه يعني على فرض ان الطفل ده عنده مشكله في الشفه الارنبيه وشق في سقف الحلق ومعاه كمان شق في الانف، هل بتعملوا ثلاث عمليات كلها مره واحده ولا والطفل كطفل يعني عمره قليل جدا هل بيقدر يتحمل ثلاث عمليات ولا لا بيقدر؟ هو سيادتك شوفي احنا ممكن نعمل الثلاث عمليات، انا سعيد بالسؤال ده جدا، ولكن احنا مش بنعملهم الثلاثه. احنا بنعمل الشفه الارنبيه الاول وبعدين بيتعمل انقسام سقف الحلق عند سن من سنه ونص لسنتين. ليه؟ لغايه لما تكون عظيمات الفك قد اكتمل نموها. الحقيقه احنا بنشوف حالات كتير جدا بعض الاطباء بيتسرعوا بيعملوا العمليات بسن مبكر قبل سنه ونص لسنتين، تبص تلاقي ان طبقه الجلد اللي موجوده والعضلات في سقف الحلق بتتعمل فيها كذا عمليه وتبتدي تتقطع وهكذا، لدرجه ان احنا بنيجي وقت من الاوقات بيجي لي طفل عنده سنه ونص عامل ثلاث اربع عمليات ما بلاقيش قدامي فرصه ان انا اصلح لان الجلد قد استهلك، يعني زي ما يكون في قماشه دابت. لكن هنا التدخل الجراحي لعلاج سقف الحلق لابد ان يكون عند سنه ونص لسنتين ومش قبل كده، عندما يكون عظيمات الفك قد اكتمل نموها علشان تقدري تعملي العمليه مره واحده وتنتهي المشكله. ده بعكس خالص خالص الانف. الانف انا ممكن لو جزء تشوه خفيف يتعمل مجرد اصلاح الشفه الارنبيه يتم اصلاح هذا الانف، ولكن اذا كان التشوه معيب يتم تكمله اصلاح الانف عند مرحله البلوغ، عند سن البلوغ، عند سن 15 سنه 14 سنه 16 سنه. معيب يعني ايه؟ بمعنى ان ممكن يكون التشوه اللي في الانف مجرد قطع بسيط في مدخل الانف، مدخل فتحات الانف، وقد يكون تشوه كامل في كامل العظام والغضاريف بتاعه الانف. اذا كانت المشكله مشكله عظام وغضاريف بنأجل التدخل الجراحي التجميلي حتى مرحله البلوغ، لان ممكن تعملي صوره جماليه دلوقتي عند طفل عنده سنه لما يكتمل نمو الطفل تبص تلاقي في حصل اختلاف كبير جدا وتبتدي تعملي اصلاح تاني وتبقى مشكله. يبقى انت سؤالك هنا مهم جدا جدا. الشفه الارنبيه بنعملها بمجرد ولاده الطفل، انقسام سقف الحلق بنعمله عندما يكون عمر الطفل من سنه ونص لسنتين، التشوه اللي موجود في الانف اذا كان من النوع الشامل للعظام والغضاريف يتم الاصلاح عند سن من 13 الى 16 سنه. يبقى هنا في فرق كبير في الكلام ده كله، واحنا في كله بنعتمد على نمو العظام ونمو التكوين بتاع في محدد لحضراتكم. طيب عايزه يعني حضرتك تنقلنا بقى، دخلنا معاك غرفه العمليات، لو ان فعلا انتوا هتبداوا مثلا بجراحه الشفه الارنبيه، الطفل الصغير اذا اكتملت في قانون العشره زي ما حضرتك قلت، هل بتديله تخدير كامل تخدير موضوعي؟ ولو ان انا عارفه ان حضرتك من مدرسه التخدير الكلي بس الكامل يعني، بس هل الطفل يستحمل حاجه زي كده؟ وبرده حرصكم على الناحيه التجميليه علشان ما يبقاش في نضب او تشوه في وش الطفل، خصوصا كمان اذا كانت بنت، والله دلوقتي كمان الاولاد مهم بالنسبه لهم ان يبقى في مفيش اي مشاكل في وشه. فهل حضرتك ممكن تكلمني اكتر عن عمليه الشفه الارنبيه؟ هو انا بستشف من سؤال سيادتك انك انت خايفه من التخدير، مع ان التخدير ده بقى امن جدا جدا ولا فوق ما تتخيلي. هو بس عشان سن الطفل صغير. لا انا عايز اقول لك لو طفل عنده تشوه كامل بالقلب مثلا، مرض من امراض القلب، ما في امراض بتتعمل وبيتم التعامل مع القلب مباشره والطفل عمره ممكن ايام معدوده. المساله ما بقتش مشكله في التخدير بالنسبه لنا، وزي ما انت قلت سيادتك ان انا بفضل دايما التخدير الكلي عن التخدير الموضعي، لان انت لما بتعملي عمليه انت مش محتاجه تعملي حقن كتيره موضعيه في مكان التدخل الجراحي حتى يستطيع انك انت تعملي صوره جماليه تفضل مع الطفل على طول ويختفي الجرح على طول. ولكن لو ابتديتي تدي اي مسكنات موضعيه او تخديرات موضعيه ده مش في صالح النتيجه بتاعه الطفل. فهي العمليه عمليه سهله على فكره، ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه ايا تكون هي، وده بعكس لما يجي لك راجل كبير عنده مثلا 35 سنه ممكن العمليه بتاعته تاخد اكتر من ساعه. لكن لما يكون طفل، لان هنا عضلات الراجل الكبير قد اكتمل نموها وبتبقى قويه واخدت اتجاهات معينه اللي هي اتجاه الشفه نفسها، لكن في طفل صغير لا زالت العضلات تحت التكوين، فحتى مجرد ما توجهي العضلات التكوين السليم وتوجهيها وتصلحيها بالطريقه السليمه
على طول ممكن الطفل تعملي له عمليه في خلال 6 اشهر يختفي تماما واثر الجرح ما بيبقاش باين تماما، ما بيبقاش باين حاجه على الاطلاق يعني. فهنا يعني النصيحه اللي بنقولها من خلال البرنامج ان التدخل الجراحي لاصلاح الشفة القلبية كلما كان مبكرا كل ما كانت النتيجة اسهل، والطفل ده سيكولوجيا برضو طبعًا عشان نرجع للناحية النفسية دي حاجة مهمة قوي، ورضاعته تبقى طبيعية، تنفسه يبقى طبيعي، الامراض اللي ممكن تصيبه التهابات الصدر والكلام ده كله كلها تبقى طبيعية. طب ايه التعليمات والمحاذير الطبية اللي حضراتكم بتقولوها للطفل او لام الطفل بقى في الوقت ده؟ يعني اكيد مع وجود جرح هل بيعرف يرضع بشكل طبيعي؟ كمان نوعية استخدامكم للخيوط، هل بتبقى في خيوط بتنتفي تلقائيا يعني الخيوط التجميليه هل بتستخدموا ده؟ الطفل بيعاني في الفتره اليومين الاولانيين بعد العمليه، الالم بعد العمليه، عايزه اسال حضرتك بس بتقولوا ايه للام لانها اكيد بتبقى متعذبه في اليومين دول؟ بالعكس انا سعيد بسؤالك ده جدا. احنا بنقول للام تعاملي مع الطفل تماما كانه ما عملش عمليه. والله الطفل بيرضع طبيعي جدا، الطفل وممكن يرضع من الوالده او يرضع عادي خالص، ما بيوجعوش الحاجات، مفيش الم. هو الطفل اساسا لسه ادراكه للالم قليل للدرجه اللي احنا متخيلينها، رضاعه طبيعيه، الخيوط اللي بنعملها دقيقه جدا لدرجه انها تكاد لا ترى، الخيوط لوحدها بتسقط مع الوقت مش محتاجين نفكها او حاجه زي كده، الامور طبيعيه جدا، عمليه بسيطه والامور ماشيه كويس. يعني هل بتراجع حضراتكم بعد كده بعد مثلا اسبوع 10 ايام؟ هي بتراجع، هي بتتابعنا، عمرها ما بتسيب دكتور التجميل خلاص بقى. هل في اثار جانبيه ممكن تظهر في الفتره دي تخافوا منها، ارتفاع درجه حراره مثلا، تلوث للجرح، اي حاجه، اي شيء؟ لا شيء مطلق خالص، بتبقى مطلق. الموضوع امن تماما يعني، كان شيء لم يكن. طيب احنا هنتكلم بقى عن شق سقف الحلق بس بعد الفاصل لو تسمحوا. زي ما قلت لحضراتكم احنا اتكلمنا بالفعل عن الشفه الارنبيه، لكن حالا هنتكلم على الشق في سقف الحلق، وكمان هنتكلم عن العمليه. حضرتك قلت ان العمليه ديت بتحتاج شويه انكم تتاخروا فيها، رغم ان ممكن يعني ممكن الطفل يستوعب ان انتوا تعملوا العمليه ديت، بعض الاطباء بيعملوها، لكن حضرتك تفضل ان تتاخر شويه. كلمي برضو عن العمليه ديت بتجروها ازاي. هو الحقيقه يعني انقسام سقف الحلق ممكن يحصل فيه، بنلاقيه على كذا منظر، ممكن نلاقيه انقسام في التلت الامامي او انقسام في التلت الاوسط او انقسام في التلت الخلفي ويشمل لسان اللغة. والله في كل الحالات ايا يكون درجة الانقسام التدخل الجراحي لعلاجها بيكون كله في وقت واحد. في بعض الحالات بنلاقي انقسام في التلت الاوسط بس وانقسام في اللغة في الجزء الخلفي. كل هذا التدخل الجراحي بيكون عن طريق عملية، برضو بتبقى عملية بسيطة، افضل التدخل الجراحي عند سن من سنه ونص لسنتين، ونفس التعليمات اللي قلناها في المره اللي فاتت، الطفل يستطيع انه ياكل على طول ويرضع على طول ويعيش حياته ما فيهاش اي مشكله بالنسبه له. وان كان بيبقى في سقف الحلق بالذات بندي بعض التحفظات للحاجات السخنه، يبتدي الطفل ياخد مواد ساقعه شويه لمده يومين، وثالث يوم يبتدي ياكل طبيعي ما فيهوش اي مشكله. وبعد كده بيعيش حياته طبيعي، حياته طبيعيه جدا جدا. والحقيقه ان يعني دايما بمشكله سقف الحلق ان الاكل، الطفل بياكل اكل معين بيطلع من الانف، هي دي المشكله اللي الام بتلاحظها، لان دايما لما بيبقى انقسام سقف الحلق الام بتلاحظه مبدئيا ان لما بيجي ياكل اي حاجه بترجع عشان مفتوحه، لان سقف الحلق مفتوح بالظبط كده. فهنا التدخل الجراحي بيكون عند سن من سنه ونص لسنتين، وبتبقى من العمليات البسيطه جدا اللي هي ممكن الطفل يستوعبها على طول، لكن لا ننصح بالتدخل الجراحي لسقف الحلق قبل سنه ونص. طيب على اعتبار ان احنا التقرير بتاعنا النهارده كان موجود عن الاذن المطاطيه، احنا تقريبا كفينا الكلام عن هو بس الانف طبعا زي ما اتفقنا ان لو في تشوه خلقي موجود في الانف قد يتم اصلاحه مع الشفه الارنبيه اذا كان في فتحه الانف في البدايه في خلال واذا كان التشوه عميق ومشامل الجزء العظمي والجزء الغضروفي فبيتم التدخل الجراحي عند مرحله البلوغ. هنا لحظه سيادتك ان الفروق السنيه بعيده شويه، اعمل شفه ارنبيه مجرد ولاده الطفل، اعمل سقف الحلق عند سنه ونص، اعمل تدخل جراحي في الانف في الجزء العظمي الغضروفي عند سن 13 14 15 سنه. فهنا في تنوع في الفتره الزمنيه. طيب احنا كنا بنتكلم عن الاذن الوطواطيه، عفوا مش المطاطيه، اللي هي الخفاشيه يعني، وعلى اعتبار احنا خلصنا يعني حديثنا عن الشفه الارنبيه وما تحتويها من بعض التشوهات، احنا ممكن نتكلم كمان عن الاذن
في اكتر من تشوه للاذن، في الاذن المخفيه، في الاذن زي ما حضرتك قلت لي الكوبيه، وفي المستعرضه، وفي المدفونه، وفي ماسور امام الاذن. عايزه اكثرها شيوعا ايه من وجهه نظر حضرتك نتكلم عنه، وتباعا هنتكلم على باقي التشوهات. هو في البدايه لما نيجي نتكلم عن الاذن، الاذن اساسا ثلاث اجزاء، الاذن الخارجيه والاذن الوسطى والاذن الداخليه. الاذن الداخليه دي مسؤوله عن الاتزان ومسؤوله عن توازن الجسم، الاذن الوسطى دي مسؤوله عن السمع والبلع، انما اللي ما يهمنا احنا في جراحه التجميل هو الاذن الخارجيه. والاذن الخارجيه ثلاث اجزاء، اللي هي صوان الاذن الخارجي وقناه المسؤوله وبعدين طبله الاذن. لما نيجي نتكلم كجراح تجميل انا يهمني صوان الاذن. صوان الاذن ده هو اللي بيحصل فيه المشاكل او التشوهات الخلقيه اللي احنا ممكن نتكلم عنها. قد يكون صوان الاذن ده كبير او قد يميل الى اعلى الى الامام بزاويه تزيد عن 45 درجه. وفي الحاله دي بنسميها الاذن الخفاشيه او الوطواط الوطواطيه، على اساس ان الزاويه اكتر من 45 درجه، وقد تكون في ناحيه واحده او في ناحيتين، ممكن الاقي اذن خفاشيه في ناحيتين وممكن الاقيها في ناحيه واحده. في بعض التغيرات الثانيه في صوان الاذن ان الاقي صوان الاذن بالكامل اختفى، ودي حالات كثيره جدا بنلاقيها طفل موجود من غير صوان اذن في ناحيتين. وقد نجد ما يسمى بالاذن المدفونه اللي احنا لسه بنتكلم عنها، اللي هي عباره عن ايه؟ الاذن دي فيها عضلتين ذاتيتين، عضلات مخفيه اسمها العضلات الذاتيه. اذا حدث تشوه في العضله الذاتيه المائله فبيحصل ما يسمى الجزء الاول اللي هو الاذن المدفونه من اعلى. واذا حصل تشوه في العضله الذاتيه المستعرضه يحصل تشوه في الاذن المدفونه من الوسط. ده نوع من التشوهات الخلقيه ممكن تصيب الطفل. والحقيقه دي بتحصل، دي حاجات بتحصل بمجرد ولاده الطفل، يعني الطفل يتولد عندك تلاقي عنده اذن مدفونه او اذن مستعرضه او اذن كوبيه لو الجزء الاسفل. ايه الاذن الكوبيه بقى يا فندم؟ الاذن الكوبيه تلاقي مجرد حلمه الاذن بس هي اللي موجوده، وباقي الاذن مخفيه مش موجوده. ودي برضو ليها تدخلات جراحيه تجميليه موجوده وحاجات زي كده. هذه التشوهات الخلقيه اللي احنا بنتكلم عليها بتحصل بمجرد ولاده الطفل. هذه التشوهات الخلقيه بنلاقيها مجرد ولاده الطفل، لكن النصور الامام الاذن اللي سيادتك بتساله عنه هو تشوه خلقي بس بيحصل على ما يكون الطفل عنده، لما توصل عند مرحله البلوغ عند 16 سنه ابص الاقي فتحه امام يعني الاذن. يعني مش الاول بتولد؟ ما بتظهرش مجرد ولاده الطفل، ومع ذلك بنسميه تشوه خلقي. غريب. لكن بنلاقيه يعني احنا كغير اطباء غير متخصصين نعتقد ان ده مثلا فيروس، مرض، تمام، يعني اصابه، تمام، لكن لا ده من الاول بيبقى موجود في الجين. تمام. بنلاقي الطفل ده يجي عنده 16 سنه ونلاقي فيه فتحه ظهرت امام الاذن في ناحيه او في ناحيتين، ونشخصها على انها ناسور وراثي، ويبقى الاب او الام مستغربين جدا ان احنا بنتكلم في هذا. طبعا بعد ان نستبعد الحاجات الثانيه اللي ممكن تعمل ناسور، يعني ممكن السل يعمل ناسور امام الاذن وهكذا. هو بيبقى شكله ايه ناسور؟ عباره عن فتحه بتطلع افرازات معينه من امام الاذن، ومهما حاول ينظفها يقفلها بتطلع. لا ما تتقفلش، ده عمليه من العمليات الصعبه جدا اللي ليها تدخل جراحي محتاج لخبره معينه. يعني طيب عامه دي الاشكال المختلفه لتشوهات الاذن، هنتكلم عن اشهرها، وتباعا هنتكلم عن كل التشوهات ديت اذا اتاح لنا الوقت بعد الفاصل. اسمعوا المصري للتجميل والليزر، الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. طبعا احنا بنتكلم على، تركنا الشفه الفم يعني، ورحنا للاذن على اعتبار ان هي كمان يعني فيها سجل كتير من العيوب الخلقيه، واتكلمنا عن الانواع المختلفه. خلينا نتفق ان كل الامور ديت هي عيوب خلقيه ليها اسباب وراثيه، نفس الاربع اسباب الخاصه بال 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 بالفم الارنبي او بالشفه الارنبيه. طيب حضرتك هتختار لنا اكثر شيوعا، حضرتك اتكلمت عن تشوهات كثيره جدا للاذن، هيك هتختار لنا اكثر شيوعا ولو يكن ثلاثه، لان وقتنا تقريبا مش هيسمح باكثر من كده،
واتكلمنا عنها اسبابها واعراضها وعلاجاتها بتكون ايه. هو الحقيقه اشهر ثلاث استشفاءات في القيح هختارهم، اول واحد اللي هو الاذن الخفاشيه، النوع الثاني اللي هو الاذن المدفونه، النوع الثالث اللي هو الناصور امام الاذن. انا اخترت الثلاثه دول ليه؟ لان التدخل الجراحي في الثلاثه يختلف. يعني زي ما انا قلت الاذن المدفونه هو عيب خلقي في العضله الذاتيه المستعرضه او المائله، ده بيكون العلاج بتاعه بمجرد ولاده الطفل في جهاز معين بتركب زي الحلقه داخل الاذن يستطيع ان يعدل لي هذا التشوه الخلقي من غير جراحه بقى خالص، من غير جراحه خالص ده جهاز. وعشان كده احنا بنقول ان الام لو عرضت ابنها في خلال اول 6 اشهر بتبقى نسبه الشفاء تصل الى 91%، لو اتاخرت لغايه سنتين بيبقى التدخل الجراحي نسبه الشفاء فيه ما تزيدش عن 7% ل 10%. عشان كده لو الطفل اتشاف عنده اذن مدفونه في اول 6 شهور من الحمل وتركب هذا الجهاز بمجرد ولاده الطفل دي تبقى نسبه شفاء عاليه جدا، ويبقى التدخل هنا ما فيش تدخل جراحي زي ما سيادتك قلتي. لكن هنا بنقول ان الاذن المدفونه لو الام انتظرت في عرضها على الطبيب الاستشاري المخصوص في هذا الموضوع ممكن يكون العلاج تدخل جراحي لاكثر من عمليه، مع ان من السهل في البدايه انك تعالجيه بجهاز بسيط. التشوه الخلقي الثاني اللي هو الاذن الخفاشيه، الاذن الخفاشيه اللي بنلاقي الاذن تميل الى الامام بزاويه اكتر من 45 درجه، هي الودان المطرطقه بالعاميه احنا كده بنقول عليها تماما، ولا مختلفه الودان المطرطقه؟ لا هي بالظبط اللي هي الاذن الخفاشيه تميل الى الامام بزاويه، في حاجتين بتحصل، تميل بزاويه اكتر من 45 درجه ده نمره واحد، نمره اثنين قد يكون الحجم طبيعي او اكبر من الطبيعي. في كلتا الحالتين امتى احنا بنتدخل جراحيا؟ بنتدخل جراحيا في سن المدرسه سكول ايج، لان الطفل بيبتدي يروح الحضانه يبتدي يحصل تعليقات من زملاء ليه، هنا التدخل الجراحي عند من 6 سنين ل 10 سنين. ليه ما بعملش قبل كده؟ ليه ما بعملش قبل كده؟ لان لا زالت عظيمات الاذن ما خدتش النمو الطبيعي بتاعها. هي ممكن يعني ممكن يتولد بالعيب ده ويتصلح بحاله؟ لا انا سعيد بالسؤال ده الحقيقه، لان الامهات بتيجي وتربط الدماغ برباط ضاغط بطريقه معينه على اساس الود ترجع، وبعدين بعد ما يغلبوا بيكون على اساس ان هو ترجع يعني على مكانها ترجع تاني مكانها. لا هو طبعا ده عيب خلقي موجود في داخل الاذن، وزي ما انا قلت لسيادتك التدخل الجراحي عمليه ما بتاخدش اكتر من نص ساعه في ناحيتين، لو ناحيتين ولو واحده اقل بكتير. انت بتعملي جرح مخفي من الخلف وبترجع الاذن مكانها، ولو كان في كبر في حجم الاذن ايضا تستطيع التدخل الجراحي. لكن بعيد بنبه ان التدخل الجراحي مش ممكن قبل 6 سنين، لازم يكون في فتره بين 6 سنين ل 10 سنين زي ما بنقول. طب ولو ابعد 10 سنين؟ ابعد من 10 سنين حد من الامهات ما كانش يعرف حاجه زي كده وبتشوفنا دلوقتي بيتم التدخل الجراحي وما فيش اي مشكله، لكن الفتره الزمنيه علشان ما يبقاش في ملاحظه من باقي زملائه، لان لما بيجي لك واحد عنده 20 سنه وعمل عمليه ده فلان اللي كانت اذنه بالشكل الفلاني ما بينسالوش تاريخه يعني، يبقى كلام ده. لكن الحاله النفسيه فقط، لكن نتائج العمليه هي واحده؟ يعني حسب خبرة الطبيب. طبعا حسب خبرة الطبيب، لكن كل ما كان ما بين 6 سنين ل 10 سنين كل ما كان الجرح اخفي اكتر، وكل ما كان التغير بالنسبه للاذن للوضع الطبيعي احسن. طيب احنا معانا مدام اميره، مساء الخير. اي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت تتكلم دكتور؟ معاك يا فندم. لو سمحت يا دكتور، عايز كنت بتتكلم في اول حلقه عن القدم المخلبيه. تمام. فهل جراحه التجميل ليها علاقه بالقدم المخلبيه وهتفيدها في حاجه؟ ولو هتفيدها في ايه؟ طيب. هو دلوقتي ابني عنده سنه و10 شهور وعنده قدم مخلبيه دي، واحنا عملنا له جبس وعمليتين وكده. طيب. عايز اعرف لو كده هي هتفيد جراحه التجميل، يعني هتفيد القدم المخلبيه في ايه؟ ناحيه ولا ناحيتين؟ لا الرجل الشمال بس. الناحيه الشمال بس. هي انا بشكرك مدام امير. تمام. هنا اتدخلنا عن التشوه الخلقي اللي بنتكلم عنه، احنا ذكرنا القدم المخلبيه كذكر ان دي اشهر عيب خلقي يصيب الاطفال على الاطلاق على ظهر الكره الارضيه. طبعا التدخل الجراحي لا يتم عن طريق جراحات التجميل الا اذا كان في جرح اتعمل بعد التدخل الجراحي وهذا الجرح سايب اثر معين من الاثار الصعبه، لكن عاده دكاتره العظام بيبداوا بالعلاج الاول بلاستر، واذا الحاله ما استحملتش بيكمل بجبس، وبعد كده ممكن يعمل تدخل جراحي زي ما هي قالت بالنسبه للطفل. لكن جراحات التجميل ليس لها اي دور الا اذا كان هناك جرح مؤثر في حركه ويعوق حركه الطفل بالقدم بتاعت الطفل في مرحله معينه يعني. تمام. والهدف معين. طيب احنا كنا بنتكلم وصلنا للتشوه الخلقي الثالث اللي هو الناصور. الناصور امام حضرتك اشرت ان ده رغم ان هو عيب خلقي ما بيظهرش من اول ما الطفل يتولد بيظهر عند فتره البلوغ. فاذا انا متذكره صح. تمام. رغم ان احنا ممكن نفسر ده بشكل خاطئ، لكن العيب ده بيبقى موجود في الجين بيظهر في وقت معين. تمام. اعراضه ايه؟
الاعراض ان اللي بيجي لك انسان بالغ مثلا عنده 16 سنه بوجود فتحه بتجيب افرازات معينه امام الاذن، وزي ما سيادتك قلت زي ما قلنا ان هو بيحاول يقفلها باي طريقه وياخد لها علاج ويقول انا اخذت مضاد حيوي وحاجات زي كده ويلاقي الفتحه موجوده، قد يكون في ناحيه وقد يكون في ناحيتين. ممكن معدي ال لا مش معدي لا شيء على الاطلاق. هو عباره عن قناه، القناه دي تبدا من الجلد من امام الاذن وتنتهي في فتحه البلعوم من الداخل. لكن تتخيلي طول هذه القناه وهي وداخله بتدخل من خلال العصب السابع. يعني ما كانش دكتور عنده خبره بحيث انه يستطيع انه يقفل هذه القناه ويشيلها من اولها لاخرها، ممكن تحصل مشاكل في العصب السابع المسؤول عن الحركه وعن البق وعن العين وهكذا. فلذا دي من العمليات الصعبه جدا، عمليات محتاجه خبره طبيه، خبره معينه طبعا. طب انا عايزه اسال حضرتك الافرازات دي بتيجي منين، سببها ايه يعني؟ بس ناخد مدام نانسي الاول لو تاذني. مساء الخير يا مدام نانسي. مساء الخير يا فندم. سامعاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا عندي ثدي اكبر من ثدي. لا حضرتك هتسمعينا من التليفون بس. ايوه انا سامعه حضرتك يعني. فانا بلغت متاخر. بلغت وانا عندي 15 سنه. وانا دلوقتي عندي 20 سنه. انسه ولا مدام؟ انسه. انسه. تمام. ثدي اصغر من ثدي. ايوه. احنا محتاجين نناظر حالتك في حاجه من حاجتين سهلين جدا. طب حضرتك عايز تسالي عن حاجه؟ لا تمام كده تمام؟ طيب انا بشكرك جدا. فانا عايز اعرف بس يعني ينفع اعمل احقنه بالفات ولا هو ظاهرين قوي يعني الفرق ظاهر جدا؟ ظاهر. طيب حاضر انا بشكرك جدا يا نانسي وهنشوف ازاي تتصرفي في الحاله دي بعد الفاصل لو تسمحوا لي. المصري للتجميل والليزر الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. عيب خلقي اخر اتكلم عنه الدكتور كمان عرضا كده في اول الحلقه، كان كمان كومنت عليه او مكالمه، هو مساله الثدي اكبر من ثدي. هي الحاله دي بالذات محتاجه مناظره. ليه؟ لان الدكتور لما يناظر بيعرف في ثدي اصغر من الطبيعي ولا في ثدي اكبر من الطبيعي. اذا كان في ثدي اكبر من الطبيعي يتم التدخل الجراحي التجميلي لتصغير هذا الثدي بحيث انه يكون زي التاني. يعني بتفضلوا انكم تصغروا اكتر من تكبروا؟ لا ما نفضلش. لا على حسب الحاله. على كده حسب الحاله لابد من مناظره الحاله. انا اقصد اتكلم كده، فلابد انك تناظر الحاله بقياسات معينه بالنسبه لعرض الصدر بالنسبه لطول المريض وهكذا. فاذا كان في ثدي اكبر من ثدي يتم تدخل الجراح التجميلي لتصغير هذا الثدي. لكن اذا كان في ثدي اصغر من ثدي يتم تدخل الجراحي عن طريق تركيب جزء تعويض اللي هو بيكون سيليكون طبعا، وده جزء بيفضل مع الانسان طول عمره وده واخد الاف دي اي ابروفال ولابد من التدخل فيه. فهنا لابد ان احنا ننظر الحاله بحيث ان احنا نعرف هل هي محتاجه تصغير ثدي ولا هي محتاجه تكبير ثدي. طب لو محتاجه تصغير خلاص بتصغر والامور بتنتهي، لكن التكبير هل محتاجه ان هي يعني تغير السيليكون ده كل فتره ولا خلاص مجرد انها تحطه مره خلاص تعيش بيه طول عمرها؟ تعيش بيه طول عمرها وترضع وتبقى حياتها طبيعيه جدا، مفيش مشاكل خالص. ومن الصعب على اي انسان ان يعرف ان هذا الانسان مركب جزء سيليكون لانه بجرح صغير جدا يكاد لا يرى على الاطلاق وبتعيش بيه طول حياتها وبتبقى الحاجات. بس طبعا الاجهزه التعويضيه دي الحقيقه في ماركات كثيره جدا، فلا بد انك انت تاخدي حاجات مضمونه بحيث ان هي تفضل موجوده على طول. طيب هي سالت عن حقن الدهون، هل ممكن تحقن دهون للثدي الاصغر؟ انا سعيد ان انا بسمع السؤال ده. ليه؟ لان احنا لما بنتكلم عن حقن الدهون ده عباره عن جزء تعويضي بمجرد في خلال شهرين ثلاثه بيختفي تماما كل الدهون اللي هي حقنت. لو حقنت بتختفي، وده عيب كبير الدكاتره بتقع فيه ان هي بيعملوا حقن دهون لعلاج الثدي الاصغر، انما الحقيقه عاده النتيجه تكاد تكون في خلال اسبوعين ثلاثه شهر تختفي تماما هذه الدهون اللي اتحقنت وبترجع المريضه تشتكي بنفس الشكوى بتاعتها. وبعدين ما بتصور ما بيبقاش دقيق قوي زي تركيب جزء تعويض. هي المساله مساله ان النسيج الثدي ده نسيج ليه وظيفه
دي في خلايا لبنيه، هو ما فيهوش دهون، هو في جزء ليه وظيفه بتشتغل بيها. فلما بتيجي سيادتك تعملي جزء تعويضي انت بتطلعي بكل الثدي للامام بحيث ان الوظيفه موجوده، الست ترضع زي ما هي وتعيش حياتها والاحساس فيه احساس سليم ومفيش اي تدخل بالنسبه له. فهنا الطريقه المفضله على مستوى الدنيا كلها. على فكره احنا لما نيجي نتكلم كلمه، المقياس اللي بيقيس كل دكتور والكلام ايهما صح وايهما غلط، انك انت بتدخل على المنظمات الطبيه العالميه اللي بتعترف بهذا الكلام. فاشهر هذه المنظمات الاف دي اي اللي هي فود اند دراج ادمنستريشن، دي حاجه بتقول اذا هذا التدخل سليم او هذا التدخل غير سليم. هي كان الراي الشائع على مستوى الاف دي اي على مستوى الدنيا كلها ان احنا نعمل جزء تعويضي، انما حقن الدهون في هذه الحاله غير مجدي على طول، بيختفي بعد اسبوعين ثلاثه يعني بيختفي على طول. طيب احنا نرجع لمساله النسور مره ثانيه، انا كنت بسال حضرتك الافرازات دي بتيجي منين؟ إيه؟ احنا لسه بنقول ان دي عباره عن قناه بتجي من الخارج لغايه البلعوم. فهذه الافرازات عباره عن الخلايا اللي موجوده في داخل هذه القناه زائد الافرازات الموجوده في اللعاب، هي ممكن تمر هذا الطريق وتقدر تمر الى الخارج. والحقيقه دي من العمليات اللي انا قلت لسيادتك انها صعبه، محتاجه مهاره وخبره، محتاجه تدخل جراحي دقيق معين بطريقه معينه. هو سهل جدا وصعب جدا يعني. اقصد ان لا نستهتر بهذه الحالات، ومش كل الحالات اللي بتبقى فيها القناه واصله لغايه البلعوم، ده في حالات بتبقى قناه مقفوله تبقى سطحيه وسهل السيطره عليها. وبتعملوا ايه؟ بتشيلوا الناسور ده بالكامل، بتشيلوه وتقفلوا مكانه، تنضف وتقفله، بيبقى جراحه تجميل خفيفه مش باينه يعني، غرزه او غرزتين مش باينين. ولو كان كمان عباره عن ناسور غير مكتمل ده بيبقى اسهل اكتر، والقناه بالكامل بتتشال وبيبقى قفلها تجميليه. هل بيأثر على السمع باي حال من الاحوال اللي عنده ناسور قبل ما تتعمل العمليه؟ هل بيبقى في تاثير على السمع؟ على الاطلاق، لانه بعيد تماما عن كل الاذن الخارجيه والاذن الوسطى والاذن الداخليه، ده بعيد عن الثلاثه. طب هل بيتاثر بالم يعني؟ هل بيكون مصحوب بالم الناسور ده ولا لا هي مجرد افرازات وخلاص؟ لا، ممكن مصحوب بالم لو حصل التهاب ثانوي طبعا، بيبقى الم رهيب جدا. ده بقى التطور لاهمال وجود الناسور. بالظبط، بيبقى فيه التهابات وبيبقى فيه مشاكل. ممكن يبقى الم رهيب جدا، وزي ما انا قلت لك في عصب جنبه ده ممكن يحصل التهاب معين في القناه ويضغط على العصب، والعصب يبتدي يدي علامات، علامات العين تاثر، البق ياثر، الانف اتاثر، تلاقي العين بتدمع كتير، البق يبتدي ياخد زاويه تبقى فيها مشكله من هذه الافرازات. الاذن المستعرضه بس عايز اعرف هي ايه؟ الحقيقه لو اتكلمنا عن الاذن المستعرضه فاضل لنا دقيقتين يعني، بس انا لفت انتباهي الاسم يعني. هو زي ما احنا اتكلمنا ان في عضلات ذاتيه موجوده في داخل الاذن، هذه العضلات الذاتيه قد تكون نوع العضله الذاتيه المائله تديني الاذن المدفونه المائله او الاذن المستعرضه المائله، او العضله الذاتيه المستعرضه بتديني الاذن المدفونه من اعلى. فهو كل هي المستعرضه هي متضمنه هي جزء من اجزاء الاذن المدفونه، سواء كانت النوع الاول او النوع الثاني. وان كان النوع الاول اكثر شيوعا من النوع الثاني، وعلى فكره الاذن المدفونه دي اكثر شيوعا في الدول الشرق الادنى اللي هي زي اليابان والحتت دي كلها، اللي هي موجوده عندهم في الاطفال اللي في جنوب شرق اسيا. ده بياكد على فكره الوراثه، ان الوراثه بتلعب دور كبير في تمام. من النادر ان احنا شكل التشوهات ديت بشكل او باخر يعني، من النادر او من القليل جدا ان احنا نلاقيها بين المصريين، لكن اكثر شيوعا في دول جنوب شرق اسيا. احنا عندنا اكثر شيوعا ايه؟ الودان المطرطقه الاذن الخفاشيه اكثر شيوعا في دول الشرق الاوسط ككل يعني، دي ممكن تلاقيها في ايطاليا، ممكن تلاقيها في اليونان، ممكن تلاقيها في ليبيا وهكذا. يعني احنا بالوقت كفانا الحمد لله النهارده ان احنا نتكلم على الشفه الارنبيه والشق في سقف الحلق مع التشوهات المصحوبة في الأذن، وكمان خدنا أكتر من تشوه في الأذن، خفاشية والمستعرضة والمدفونة والنسور أمام الأذن. كمان إحنا بنكفي الأفكار معاكم في كل يوم السبت في الجراحات التجميلية، والنهاردة دلنا زي ما قلت لحضراتكم إن جراحات التجميل مش نوع من أنواع الرفاهية أبدا، وبعض الأحيان بيكون ليها دواعي طبية علشان الإنسان يعيش بشكل طبيعي. بشكر جدا تشريف الأستاذ الدكتور منير ويليام، كبير جراحي التجميل وايضا استشاري الامراض الجلديه والعلاج بالليزر. شرفتني يا فندم النهارده، وعلى وعد ان حضرتك هتكون موجود معانا يوم السبت القادم عشان تكلمنا عن جراحه جديده من جراحات التجميل واحدث ما توصل اليه العلم في هذا المجال. بس احنا مش عايزين الناس تخاف ولا كل دي حاجات ليها علاج بسيط جدا. بالعكس، ده حضرتك طمنتهم، انا شخصيا كنت جايه وعندي فكره خاصه بالشفه الارنبيه ان هي من العمليات الصعبه جدا، ولكن حضرتك اكدت لي انها من العمليات البسيطه ولكنها
بتتحدد بناء على معايير معينه لتوقيتات معينه لضمان نجاحها مع الخبره الطبيه. انا بشكر جدا مره ثانيه استاذ الدكتور منير ويليام كبير جراحي التجميل واستشاري الامراض الجلديه والعلاج بالليزر، شرفتنا يا فندم. دايما انا بتمنى لكم الصحه والعافيه والجمال.